أنا تعبت، أحس إني ما أقدر أقوم. كرة القدم هي حياتي، وأنا أركض وراها الشيء من زمان. وإذا بعدك تحلم بصير لاعب شارات عموري، ترى مو كل لاعب عنده موهبة. إن شفتك مرة ثانية تلعب كرة ريلك أبي حش حش، بخليك حتى الكرة ما ترم تشوتها. اللعب الحواري والسكيك ما يودي لمكان، هذيلا لازم يدخلون الأكاديمية. منو قص عليكم قالكم إن ولدي عموري موهوب؟ أبا يتغيرك افتح الباب. إذا أنت في يوم من الأيام ما قدرت تحقق أحلامك، لا توقف ضد أحلام ولدك. ما أدري ليش أحس إن الناس قاعدة تسرق حلمي. ليش يا ولدي ليش؟ هذا هو حلم أخوي عموري، حلمي الأكبر أن ألبس فالينة المنتخب. إذا كابتن عطني فرصة واحدة. كابتن صدق من روح أبوظبي ومشارك في البطولة؟ نسير أبوظبي ونشارك في البطولة ونحقق طموحنا. مباراتنا اليوم مباراة مصيرية، لازم نفوز عشان نتصدر المجموعة الأولى. يوم شفت الحلم في عيون العيال، طموح والتحدي، حبيت أنهي الحلم معاهم هم. هذه الفرصة الوحيدة أنا أحقق حلمي وأصير لاعب محترف وأمثل دولتي. أبغيكم في الملعب تقولون لهم It's game over، روحوا اخذوه.